الأغنى في التاريخ، الإمبراطور المسلم منسى موسى، حاكم إمبراطورية مالي في القرن الرابع عشر. يعتبره الكثيرون أغنى رجل في التاريخ. ثروته الطائلة من الموارد الهائلة للذهب والملح في مالي. في عام 1324 حج إلى مكة مصطحبا معه قافلة ضخمة تضم 60,000 شخص وكميات وافرة من الذهب. كرمه في القاهرة كان سببا في انهيار سوق الذهب، والذي استغرق سنوات ليستقر مجددا، كما التقى بالسلطان المملوكي الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون عند مروره بالقاهرة. تحت حكمه أصبحت تمبكتو مركزا للعلم، جاذبا العلماء من جميع أنحاء إفريقيا.